يعني هو اللي كان في بدايه في اسناده تحسي وقت المعركه ان شعب بورسعيد باكمله شعب بورسعيد نزل شعب في الشوارع كلها واحنا داخلين في قناه السويس نزلوا على البحر ما سمعوا الانفجار ولا ما شافوا النار لا هم يشوفوا المعركه شافوها من بعد على ارتفاعات عاليه شافوا الصواريخ طارت الهواء فاحنا داخلين في اثناء دخولنا بعد الضربه لقينا شعب بورسعيد بالكامل على ضفتي القنال بور فؤاد والتاني زائد المعديات بورسعيد دي مكتظه بالناس دي كانت تنقلب وتسقف لنا وتطبل لنا ومشاعر واذاعه محليه بورسعيد بقى تفتخر لا وكان في غاره جويه ساعتها كمان هي مش غاره جويه هو اساسا عمليه انقاذ ابتدت بقى في رموا فليرز يعني انت شفت رد الفعل على طول على طول فعل كان سريع والناس متجاوبه معانا وعايشه فيهم وطنيه جدا ومساعديه ودي المعركه اللي هي خلت الجبهه الداخليه تلتف حول القوات المسلحه وبالتالي الدول العربيه بعد ما فقدت الثقه بدات ترجع تاني الثقه وبدات تلتف وبدات كده طيب انا الناحيه السياسيه برضو ان قوت من موقف المفاوض المصري لما كان بيتفاوض من مركز ضعف مهزوم البعض بيرجع بعض القرارات المهمه الدوليه لتغيير مسارها طبعا يعني المفاوض المصري بدا يتفاوض من قوه مش من ضعف طيب انا عرفت ان انتوا كل سنه تقريبا بتتجمعوا وتحتفلوا بنفسكم بقالكم كام سنه بتعملوا كده ده من يوم ما طلعنا 41 سنه 41 سنه كل يوم 21 اكتوبر تتلموا بتتجمعوا فين في النوادي في المحروسه بتاع القوات البحريه دار القوات البحريه وبتاع طب بتجيبوا اولادكم كمان ولا بتبقوا انتوا بس؟ لا احنا بس ليه؟ لا احنا بس مع بعض كده نقعد نقول ذكريات اما انتوا عسكريين صحيح ما ينفعش مدنيين يدخلوا الموضوع لا هو ساعات يعني ليه يعني ده لحسن الاولاد لازم يجوا الزوجات بمواقف كانت بينا وبين بعض مواقف احنا بينا وبعض بنقولها بنحس ان احنا صغيرين لما بنجتمع شوف بقى كنا شباب صغير لغايه دلوقتي مش عواجيز السنه دي يمكن اول سنه يعني تتذكروا المعركه دي او الانجاز ده بشكل عالي او عيد الميلاد بتاعنا ومع الشعب المصري احنا كلنا قولوا لي موقف الابناء يعني انا تحيه شعب بورسعيد بصراحه كان شعب قيم قيم عايز اسالكم سؤال يعني وانا متاكده انه معظم ولادكم اكيد بيتابعوا الحلقه دلوقتي ولادكم احساسهم بيكم ايه يعني حاسين ومدركين انه بابا ده او الوالد ده حاجه فخيمه جدا حاجه مهمه جدا حاسين بفخر طبعا يعني حاسين بفخر طبعا ده هم حسين حسين بال بال يعني كتب محمد ابني انتماء الدرات اللي طلعت والكلام ده كله ده تبص تلاقي هم في قعدات مثلا في الصيف لما بنروح نقعد في المصيف او بتاع ده محمد ابني بيتلموا حواليهم بيقعدوا يحكي لهم بيقعدوا يحكي لهم تفخروا محمد ابني في ايطاليا لغايه دلوقتي تلاقيه بيتفرج على التلفزيون على البرنامج انه مهتم جدا بالموضوع ده محمد ابنك يعني كان نفسه انه الناس والاعلام يهتم بكل اللي عملوا العمليه دي عشان ده حقهم واعتقد ان ده شعور طيب وعظيم يعني والله احنا مش عايزين حاجه من حد يعني مش عايزين حاجه من حد ولا عايز ايه عايزين ان احنا الناس تحس بينا لا بس. مش الناس تحس بينا لا الشباب احنا عاوزين الشباب عوده الشباب يحس بقيمه العمل بقيمه اللي كان جوانا ليه هو انتوا يعني عندكم احساس كده انه في جيل ولا يعرف اي حاجه عنه طبعا الشباب طبعا في جيل ما يعرفش حاجه ما يعرفش حاجه عن معركه ايه اللي حصل حتى والظروف والملابسات بتاعتها والحاجات دي كلها ولغايه دلوقتي لما بنتجمع في مجموعه من عندنا احنا الاعلام قصور من الاعلام طيب انا عندي اعتقد ان في فرضيه انا عارفه ان كل المعارك دي والبطولات مثبته في ملفات وفي اوراق في القوات المسلحه انا متاكده من ده طبعا انما انا متاكده منه ايضا انه مفيش مطبوعات في متناول الايدي للناس للشباب تقرا عن هذه المعارك لا في قليله يعني بقله يعني مش قليله جدا وقد تكون نادره لا في الاستاذ عبد الباشا مثلا مطلع سلسله اغراق الهي لا 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 مؤلف البحريه المصريه أنا من محمد علي للسادات
وإغراق إيلات ده كتاب لوحده. وبعدين حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف. وبعدين كتاب رابع الصاعقة البحرية ودورها في حرب الاستنزاف. حوالي خمس كتب تقريبا. حوالي خمس كتب من عبده مباشا. زائد صحفيين 25 سنة بقى. وجمال بدوي وعبد المحمد رمضان. في لا في محمد علي أو محمد سيد علي. محمد علي السيد. محمد علي السيد. مطلع برضو كتاب. يعني في كتب. بس يعني انا القدر الكافي الحقيقه يعني مش كافيه مش يعني كافية. انا ما اعتقدش انها كافيه على مش كافية. يعني كافيه او مش كافيه المهم هذا المنهج يدخل في في المدارس يدخل يعلم الطلبه اللي هم في الابتدائي من الاعدادي مثلا والثانوي لغايه الجامعه يبدا يدرس هذا الموضوع انما مش يدرس موضوع غزوات قديمه حصلت بالسيوف وحاجات من دي يدرس المعارك الحقيقيه يدرس ده ودرس ده 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 كله تاريخنا يعني بجانب طبعا كل حاجه دي لازم يعني يقولوا لنا ايه دروس نقولوا ايه الحاجات المستفاده دروس المستفاده من هذا هي المعركه دي الحقيقه برضو تعتبر فاتحه للطريق لاكتوبر تمهيد. طيب انا الحقيقه مش عارفه ابارك لكم على ايه ولا ايه على المناسبه ولا على عيد الجواز ما اعرفش كل سنه وانتم طيبين وبخير وربنا يمن عليكم بالصحه والعافيه وتقدير الناس لكم. يعني انا عارفه على المستوى الرسمي اكيد كان في ما اعرفش اذا كانت انواط او احتفالات يعني اكيد اتكرمتوا بشكل او باخر انما في نوع اخر من التكريم هو تكريم واجب على جهات غير رسميه احنا على الاقل ندرك قيمتكم ونعاود الاحتفال بيكم بمناسبه ومن غير مناسبه يعني مش لازم يكون 21 اكتوبر عشان نقدم لكم التحيه والشكر الدعوه الطيبه دي وعلى زي ما حضرتك رفعنا راس المعنويات بتاعت القوات المسلحه وانت رفعت المعنويات في كانت في ايام كان في هزيمه ليه وانت كان ايه اللي مخلي معنوياتك مش مرتفعه رفعت كده معنوياتنا احنا عاوزين اللي يرفع معنوياتنا دلوقتي احنا رفعنا معنويات الناس والقوات المسلحه والشعب العربي والعالم كله في مناسبه زي اغراق ايلات في 21 اكتوبر احنا عاوزين اللي يرفع معنوياتنا برضه احنا انتوا على العين والراس ده انتوا بتدرسوا يا جماعه عايزين اكتر من كده سياده اللواء لطفي جدلة سياده اللواء حسن حسني اللواء ممدوح منيع الرائد حسين عماره كل عام وانتم بالف خير وكل عام وفي اجيال متجدده ومتواليه تعرف قدركم وتبني مثل ما بنيتم يا ريت وانا بقدم الشكر لمحمد ابني ان هو السبب كل سنه وانتم طيبين كل سنه وحي المشاهد وغدا نلتقي ان شاء الله كل عام وانتم بخير طيب صحه وسلامه